في مثل يقول أنا غنية وأحب الهدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. هذا الهدية معناتها جزء مرة كبير وحلو في حياتنا، وقعها جدا حلو علينا. بسألكم عن موضوع الهدايا، يمكن بنلاقي صعوبة إنه نهدي الناس اللي نحبهم في مناسبات مختلفة، خصوصا إنه مثلا لو أنا ساكنة في بلد وماما في بلد أو صاحبتي في بلد، فهذا الموضوع صعبة يعني. وحتى يمكن الآن يعني إنه صعب إننا نروح لبعض أو إننا نوجب دائما بحكم كورونا، إنه في واحدة ولدت، في واحدة نجحت، في واحدة أولادها تخرجوا، فبنهدي بعض عن بعد. إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ الهدية حلوة يعني. شوفي زي ما مثلا لما قلتي تهادوا تحبوا، فعلا تجرب المحبة حتى لو شيء بسيط، حتى لو كوب قهوة يا ريم، تخيلي. صح والله لو كوب قهوة يجيب لك السعادة. أنا أتذكر مرة كنت الساعة 2 بالليل، فقلت أنا مشتهية بلاك كوفي فجأة أول مرة، فتفاجأت بعد نص ساعة بالضبط جتني طلبية بلاك كوفي. أقسم بالله أنا فرحت فيها فرح طبعاً طبيعي، وهي يا ربي شيء بسيط بس كذا إحساس إن الشخص اللي صديقتك أو شيء هي مرة حاسة فيك، بعيدة في منطقة ثانية يعني، فهذا شيء مرة حلو. مرة حلو. أتفق معك. أنا يعني زي ما كنت قاعدة أقول أن موضوع الهدية إذا ما كان لها مناسبة، ريم أنت قلتي في المناسبات، إذا ما كان لها مناسبة تخيلي تفرحني أكثر. أكثر صح. بالضبط بالضبط. إذا ما كانت من غير مناسبة يعني أنا ما طلبتها ولا كنت إنه أستنى هدية، لو وردة فعلا اشوف انها زي ما تفرحني. انا احاول دائما يعني بدون مناسبه اجيب الوحده احبها هديه، اجيب الوحده احبها لو شيء لو شوكليت. فعليا مره الهديه وقعها اكيد على النفس جدا حلو. عشان كده في هذه الفقره راح نتكلم عن رسال، وهي منصه رقميه متخصصه في تسهيل تجربه الاهداء وايضا تبسيطها وتوفير مجموعه كبيره من الهدايا المناسبه للحظات اللي اكيد اللي تكون مهمة عندنا، زي مثلا زي الورد، الشوكولاتة، العطر وغيره، وأكيد العديد من الهدايا الإبداعية. كيف ممكن إننا نهدي شخص عزيز علينا ونختار الهدية بعناية، وإنه توصله في الوقت المناسب، وإنه توصله بشكل مرة ظريف وشكل جدا لطيف؟ أكيد رح نتعرف في هذه الفقرة على منصة رسال مع ضيفتنا في طبعا من استديوهاتنا في جدة، الأستاذة حنان زقيل. هلا وسهلا بك أستاذة حنان. أهلا وسهلا فيكم. هلا. أنا جدا سعيدة أني أكون معاكم اليوم ومثل منصة رسالة. هلا وسهلا بك، وإحنا سعيدين أيضا أن بوجودك معنا، ولكن نبغى نعرف الناس عن منصة رسال، إيش هي فكرتها؟ منصة رسال هي منصة رقمية متخصصة في الإهداء، تشمل هدايا عينية من شوكليت ورود وإكسسوريز وعطور، بالإضافة إلى هدايا رقمية. هدايا رقمية متنوعة فيها أكثر من 200 براند، تشمل بطاقات رقمية متخصصة يعني في براندات كثيرة مثل نون، نمشي، مكتبة جرير وغيرها من البراند. جميل يعني حنان جميل جدا اللي قاعدين تسوونه، لان الحين يمكن بحكم فعلا الظروف اللي قاعدين نعيشها، بحكم حتى الوقت، من غير الظروف حتى الوقت الواحد ما عنده وقت انه يروح، ترى مسؤوليه او الوقت الواحد ياخذه عشان يروح يدور هديه ياخذ نص يومه، اذا مو ايام، اذا مو شهور، على حسب طبعا المناسبه والشخص والهديه نفسها. فيعني انا ودي اعرف كيف شفتوا العملاء او كيف شفتوا الاقبال على منصتكم في الطلب؟ طبعا اكيد احنا تجربتنا مع العميل هي اهم حاجه. اكيد كان في اقبال على الاهداء في منصه رسال، بالتالي احنا توسعنا في تشكيله الهدايا المطروحه لدينا الين ما وصلنا اللي هي الهدايا الرقميه. فقط الهدايا الرقمية وقت ما جت أزمة كورونا سهلت موضوع الإهداء، بحيث أنه أنا أقدر أهدي لأي شخص هدية من غير مثلا أشيل هم الوقت أو الميزانية أو اختيار الهدية، هل حتعجبه أو ما تعجبه.
فكانت فكرة تنوع الهدايا اللي موجودة عندنا والأزمة اللي مرينا فيها في كورونا كانت سبب لطرح فكرة الهدايا الرقمية. اللي الفيديو اللي عندكم مقدم في الفيديو هو بيشرح كمان فكرة الهدايا الرقمية. حنان، ليش قلتي الميزانية؟ عفوا يعني أنا ودي أعرف، يعني هل أنتم يعني إيش معنى يعني الميزانية خصصتيها الهدايا الرقمية؟ نعم، يعني دحين مثلا لما يكون عندك اوكيجن لصاحبتك، نعم، عندها مثلا نقلت بيت جديد او اثاث تبي تاسس بيتها، فانت راح تحتاري ايش اللي يناسب ذوق بيتها او ايش اللي يناسب بيتها. فبدل ما ابحث عن هديه والسوق اشوف ايش، اروح السوق اشوف ايش الاشياء اللي تناسبها. مثلا عندنا مثلا في قطاع الاثاث هوم بوكس مثلا كهديه، اهدي لها اياها بميزانيه معينه، تروح هي تقدر تستبدلها بالشيء المناسب لها. جميل. هذا كمثال. طيب حنان، خليني اسالك، الهدايا اللي موجوده في المنصه هل تكون هدايا محدده او ممكن العميل يطلب هديه على مزاجه وانتم توفرونها له؟ هي تقريبا حتكون اللي موجوده في المنصه، بس العميل في حالة إنه هو مثلا اقترح علينا هدايا معينة، احنا اكيد بنحاول نلبي رغبات العملاء وبنضيف الهدايا اللي يرغبون فيها. طبعا جميل. طيب نبغى نتكلم عن الشروط. يعني دحين هذه المنصة هي تطبيق ممكن ان الواحد ينشئ حساب فيه، ايش الشروط المطلوبة لتوصيل الهدايا؟ يعني مثلا في قيمة معينة مع قيمة التوصيل، هل لازم تكون لمناطق معينة او مدن معينة داخل المملكة او ممكن لخارج المملكة؟ اوكي، الشروط بسيطة جدا، فقط انه على المهدي ان هو يختار الهدية، بيدخل اسم المستقبل للهدية ورقمه، وبعدين يخلي الباقي علينا بكل بساطة. جميل. طيب ما ان حكينا في تفاصيل اكثر، لكن يمكن في موضوع مرة مهم حنان، اللي هو تكلفة الخدمة هذه. انتم مقدمين خدمة، يعني أنا لو بشتري على سبيل المثال هذا الكرت سعره كذا، أكيد أنكم راح تشترونه بالسعر الفلاني أو سعره الأساسي، لكن خدمتكم أنتم. يعني إحنا يمكن قاعدين نشوف منافسة في السوق اليوم. يعني أنا من قبل كورونا أنا معتمدة موضوع الأبليكيشنز من ورود، من شوكولت، من هدايا رمزية، خلنا نقول حتى في بعض المواقع العالمية تقول لك يعني في نهاية لما تجين تعملين تشيك أوت يقول لك هذه هدية ولا لا، عشان ما يحطون فيها الريسيت ويرسل لك الريسيت في حال الاستبدال. لكن بغض النظر أنتم كمقدمي خدمة كيف الأسعار؟ نشوف نتعامل معكم ولا لا؟ عادة ايوه، لا اسعارنا اكيد متناول الجميع، يعني ابدا ما حيكون في اي زياده. انت لو حتى تشوفينا مقارنه بالمنافسين حتلاقي رسال هي المنصه المتناول للجميع وموجوده في اكثر مدن المملكه. حتى بس ثابتة يعني أسعاركم ولا متغيرة على حسب المنطقة وعلى حسب، على سبيل المثال أنا طلبت هدية أنا موجودة في الرياض لكن الهدية أبغاك توصلينها للشرقية أو لجدة، فيعني التفاصيل هذه لو تحكينا عنها حنان. لا، التكلفة حتكون متشابهة في كل المدن. جميل. طيب حنان، كلمة أخيرة، وين راح يوصل طموحكم في منصة رسال؟ احنا طموحنا انه احنا نكون المنصة الأكثر ابتكارا في مجال الإهداء وتكون رائدة في الشرق الأوسط بإذن الله. بإذن الله. أنتم الآن على مستوى السعودية، يعني فقط التوصيل بين داخل المدن في السعودية صح؟ نعم، نحن في السعودية وموجودين في الكويت والبحرين في مستوى الهدايا الرقمية. طيب حلو. نبغى، طب لو انا مثلا، والان في داخلين السوق الاماراتي ما شاء الله، يعني ان شاء الله راح تكونوا على مستوى الخليج ومن بعد تكونوا يعني اكبر من كذا على مستوى ممكن الشرق الاوسط او العالم زي ما تطمحوا اكيد اليه. لكن بالنسبه لتحديد اليوم والوقت وانه توصل الهديه في ايام محدده، بيقدر العميل يختار هذا الشيء او يحتاج مثلا فتره زمنيه معينه؟ يعني التاريخ
نعم. لا موجود، كله على العميل يختار الوقت والمكان ويسيب لنا الرقم حقة المستقبل الهدية، وبالتالي احنا نتواصل مع المستقبل الهدية ونشوف الوقت اللي يناسبه للتوصيل. طيب الهوية حقة العميل هل يشترط انها تطلع، يعني توصل الهدية تقولوا هذه من فلان، ولا اذا العميل حب انها تكون من غير اسم هذا شيء على خيار حسب موجود؟ رغبة العميل. طب هذا شيء حلو، على حسب. جميل جميل جدا. طيب يعني يمكن الحين قاعدين نشوف كثير مشاريع قائمة أو ناشئة، خلينا نقول حنان، من أعمال يدوية، من عبايات، من صحون، من أكسسوارات وعطور وإلى آخره، وكلها سعودية 100%، مشاريع سعودية. فهل أنتم قاعدين تتعاملون اليوم مع مشاريع ناشئة أو أيدي سعودية، خلينا نقول نعم، منتجاتنا اللي موجودة في الهدايا نعم من أيدي سعودية، في بعضها كثير من أيدي سعودية. جميل. يعني طيب انا الحين بس الكبيرة اللي معنا، انا ودي انتهز بس هذه الفرصة يا حنان لو تسمحي لي، يعني الشخص او لو في احد الان من المشاهدين والمتابعين حاب انه يتعاون معاكم كمشروع سعودي، حاب يعمل معاكم خلينا نقول زي الكوابوريشن، هل انتم يعني فاتحين هذا المجال او لا، او خلاص اكتفيتوا؟ اكيد اكيد طبعا. فكيف يتواصل معاكم حنان؟ مع الجميع. كيف يتواصل؟ يتواصل معنا، عندنا صفحه في الموقع لتكون شريك، كن شريك مع رسال. جميل. فموجوده الصفحه. ممتاز، كل التوفيق يا رب. جميل جدا. يعني والله الموضوع هذا جدا جميل، انا حبيت والله هذه المشاريع اللي قاعده تفتح لكثير من المشاريع كمان ابواب رزق، وفعلا يتكبر حتى المشاريع الواحد يعرفها. تشرفنا فيك حنان زقيل، مدير تسويق منصه رسال، وكل التوفيق لكم يا رب. يعني منصة زي كده خصوصا انه يمكن اغلبنا، يعني انا وانت يا مها مثلا، انه احنا في الرياض، اهلنا في مناطق ثانيه، او ممكن انه صحبات، ممكن ودي عندك صحبات في الشرقيه من زمان ما شفتيهم، او في جده. حلوه زي دي المنصه انه تبقى يعني تخلينا على تواصل. صح. يعني دائما نقول انه مثلا انا اخويا مرته جاب ولد وزي كذا، ما حقدر اروح الفتره هذه بحكم كورونا، وبحكم انه انا في بلد ثاني وهو في بلد ثاني. حلو انه توصلوا الهديه وقتها. طالع ابلكيشن كثير حلو. صح. اشياء كثيره، مو بس منصه، في اشياء لو تطلبين من مطعم، من كافي، حتى انت مثلا في الرياض وهي ان شاء الله في عسير، مره حلو تقدرين تطلبين لها كافي انه هديه، على فكره شيء بسيط، يعني مو شيء انه ضخم. طب متى اخر مره احد اهداكم هديه، واحد خصوصا احد يكونوا ما تعرفوا، يعني مثلا من معجبينكم، من جماهيركم، متى اخر مره حصل لكم؟ انا صراحه بقول لك شيء، انت يمكن سالتي ضيفتنا حنان على موضوع الانونيمس سندر، او الشخص اللي ما يكتب اسم او صح. هويه. انا بالنسبه لي وشخصيا صراحه اخاف، ولا مزعج. صح، مزعج جدا. يخوف. لانك ما تدرين من مين، ما تدرين ايش يكون فيها. وصراحه صارت مواقف لناس انا اعرفهم شخصيا من يمكن المشاهير او سيلبرتيز، صارت لهم مواقف انه فعلا يكون شيء ما هو كويس، او حاجه يعني ما هي كويسه لهم، عرفتوا؟ الناس ما يعرفون مين. معلش يعني. انتم قلتم قبل شوي انا غنيه واحب الهديه. أيوه. مو لازم اعرف اسمه، والله مو لازم اعرف اسم اللي يهدي اللي بيهدي الله يحييه. ماني قايله وين يمفتش، ليش يفتش، ليش يخوف؟ والله ما حد دخل بيتي شيء ما اعرف من مين صراحه. شوفي هي نوعا ما مها عندها حق، لانه حصلت لسليبرتيز برا. شوفي انا بقول حصلت لهم حاجات صح. ممكن اذا مثلا يعرف تفاصيل بيتي، بس مثلا يعني مثلا انا من الناس اللي ما حد يعرف تفاصيل بيتي، واني انا ارسل لمنطقه المكان قريب. اي مو في بيتك من بيتي أكيد. يعني حتى الاشياء اللي تجينا احنا في السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا يعني اعلانات وكذا، من منطقه ثانيه. ما حد يحط لك شيء يجيب لك حساسيه ورده. لا شوفي احنا عندنا الناس حلوين وطيبين، اهم شيء انه الهديه في النهايه مهما كانت وقعها جدا لطيف على النفس. اكيد. وناس مره انبسطت معاكم في الحلقه اليوم، جميلة جدا، وختمناها بالهدية. وكذا مشاهدينا يكون ختمنا معاكم حلقتنا، إن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية، فمان الله.